الدوري السعودي مش بيكتفي بس انه بيضم نجوم الكرة في العالم زي رونالدو وبنزيما ونيمار وغيرهم. النهاردة الدوري السعودي طرح فكرة مشاركة بطل الدوري في دوري أبطال أوروبا بنظامها الجديد سنة 2025. تعالوا نفكركم ونقول لكم على الشكل الجديد لدوري أبطال أوروبا سنة 2025 واللي عايز السعودية تشارك فيه. دوري الأبطال سنة 2025 هيزيد العدد من 32 فريق ل 36. كل الفرق هتكون مجموعة واحدة، هيخوض كل فريق 8 ماتشات ضد 8 فرق مختلفة، 4 على ملعبك و4 بره ملعبك. المنافسين هيتحددوا حسب معايير التصنيف والقرعة، وبعد الماتشات دي هيتم ترتيب الفرق حسب النقط. من الأول للثامن يتأهل مباشرة لدور الستاشر، من التاسع للأربعة وعشرين هيلعبوا ماتشين ذهاب وإياب بنظام خروج المغلوب لتحديد 8 فرق يتأهلوا لدور الستاشر. الفرق من المركز الخمسة وعشرين للستة وتلاتين هيودعوا البطولة ومش هيتأهلوا للدوري الأوروبي زي ما بيحصل دلوقتي. وبعد كده من دور الستاشر البطولة هتمشي بشكلها الطبيعي بخروج المغلوب لحد المباراة النهائية. يوفا حدد الفرق المشاركة في دوري الأبطال بنسخته الجديدة حسب التصنيف، يعني الدوريات الخمسة الكبرى 4 فرق والاتحاد السادس 3 فرق واتحادات الوسط زي البرتغال وبلجيكا وتركيا فريقين والاتحاد الأقل زي كرواتيا ورومانيا والدنمارك وغيرهم هيكون فريق واحد ممثل ليهم. طبعا في فرق بتتأهل مباشرة لدور الـ 36 اللي هو المجموعات زي أول 4 فرق في إنجلترا وفي إيطاليا وفي ألمانيا وإسبانيا وأول 3 في فرنسا، وبقية الفرق بتلعب ماتشات تمهيدية علشان تحجز مقاعدها وسط الكبار في دور المجموعات اللي هو بقى 36 فريق من مجموعة واحدة. ألكساندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي بيعتبر الشكل الجديد لدوري أبطال أوروبا هو ضربة قاسمة لفكرة السوبر الأوروبي، بس هل هيوافق يوافا على طلب السعودية؟ وإيه هي الامتيازات اللي هتقدمها السعودية علشان تشارك في دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد سنة 2025؟